بعد ساعات من وقف الهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل موسكو في أوكرانيا، اشتدت المعارك على محاور كل من باخموت ودونيسك شرقي البلاد، واستأنفت القوات الروسية قصفها على كافة القواعد العسكرية الأوكرانية في كل المحاور والمدن التابعة لمقاطعة دونيسك ولوغانسك، معلنة تدمير مستودعات أسلحة أوكرانية هناك. هذا وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أن قواته الجوية والصاروخية استهدفت 26 موقعا روسيا خلال 24 ساعة، فيما قالت سلطات دونيسك الانفصالية أن القوات الأوكرانية استخدمت صاروخ توشكاو في ضربات وفي ضربات اليوم. هذا وتحتدم المعارك في محور باخموت بعدما سيطرت قوات فاغنر الروسية على مواقع في شمالي المدينة وشرقها وجنوبها، مطوقة بلدة سوليدار ومدينة باخموت معا. طبعا في خطوة انتقامية، وصفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ الضربة لمقتل جنود روس في ضربة صاروخية في ماكييفكا ليلة رأس السنة، وقالت الدفاع الروسية أنها قصفت مبنى في كراماتورس شرقي أوكرانيا ما أودى بحياة أكثر من 600 جندي أوكراني. بدورها نفت كييف الخبر ومقتل هذا العدد، معتبرة البيان الروسي دعاية مبالغة. ردا على هجوم كييف ضد موقع مؤقت لعسكريين روس قرب ماكييفكا في دونيتسك، نفذت القوات الروسية عملية انتقامية. خلال 24 ساعة الماضية اكتشفت المخابرات الروسية نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية في كراماتورسك تضم مئات الجنود، قتل منهم أكثر من 600 جندي في هجوم صاروخي روسي مكثف. ينضم إلي مشاهدينا عبر سكايب من دونيسك رائد الأغبر مراسل العربية طبعا، ومن موسكو عبد الجواد رشد مراسل العربية. سأبدأ معك عبد الجواد، بما أننا نتحدث عن العملية العسكرية الروسية، كيف هي أجواء وصدى هذه العملية بعد النفي الأوكراني؟ يعني أوكرانيا تقول تنفي هذه العملية من الأساس. مساء الخير ليال لك والزميل رائد. نعم، صحيح ما وصفته، هي عملية انتقامية قامت بها موسكو كردة فعل على ما جرى عشية ليلة رأس السنة بسقوط عشرات القتلى والجرحى في دونيتسك بضربات أوكرانية. طبعا ليال، أخفيك الحقيقة بأن الهدنة كانت شيء غريب وشيء طبعا لم يصل إلى ما رغبت به موسكو، وطبعا رفضها كثيرون في الداخل الروسي باعتبارها لم توصل لأي نتائج، باعتبار أن موسكو قامت بردة فعل عسكرية على الأماكن التي خرجت منها ضربات أوكرانية، وسقط في خلال ساعات الهدنة أكثر من 120 جندي أوكراني. لكن طبعا ما حدث اليوم هو عنوان كل الحوارات، إن كانت في الأخبار وإن كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن موسكو عادت لضرباتها القوية وضرباتها الصاروخية على النقاط التحتية العسكرية للجانب الأوكراني والأعداد. طبعا نلاحظ أن بيان وزارة الدفاع اليوم يتحدث لأول مرة منذ فترة طويلة عن إسقاط أربع طائرات حربية، أربع مقاتلات من طراسو ومن غيره ومن غيرها. لذلك طبعا هذا البيان اليوم في من أوله لآخره هو محور الحديث، أماكن عدة تم ضربها لدى الجانب الأوكراني، صفارات الإنذار منذ 7 دقائق عقب نهاية الهدنة التي انتهت ليلة الأمس عند منتصف الليلة، بدأت الضربات الروسية وانتشرت الأخبار كالنار في الهشيم حول طبعا خاركيف، حول بلطفا، حول زاباروجي المدينة الرئيسية التي تقع تحت للحديث عبد الجواد، للحديث عن الميدان عن المعارك سننتقل إلى الزميل رائد الأغبر. رائد، كيف هو سير المعارك هناك، خصوصا أننا نتحدث أن محور دونيسك اليوم هو الأساس والطاغي على كل الأخبار؟ الصورة معك، تفضل. ليال، عادت الأوضاع العسكرية إلى سابق عهدها، بدنا نسمع دوي الانفجارات وأصوات القصف العنيف من المدفعية ومن راجمات الصواريخ على طوال اليوم. بالفعل هناك أحداث كثيرة شملها هذا اليوم،
ولنبدأ من استهداف الجيش الأوكراني لمحطات الطاقة هنا في دانييتسك، محطتين للطاقة اعترضت صواريخ هايمرز الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت صاروخ توشكاو أيضا سوفيتي. بالفعل أسفر القصف الأوكراني عن قتيلين وإصابات، وما زال منهم تحت الأنقاض حتى الآن، بينما نفذت كما أسلفت القوات الروسية المقاتلات الروسية، كما أعلن الدفاع الروسي، وأن المقاتلات الروسية على أهبة الاستعداد للدخول في نطاق المعارك في العملية العسكرية في أوكرانيا بشكل استراتيجي. وكانت النتيجة أن قصفت المقاتلات الأوكرانية بصواريخ موقعين أوكرانيين، كان يتركز بهذان الموقعان قوات أوكرانية أعداد كبيرة، أحدهما كان فيه 600 مقاتل والثاني 700 مقاتل. أسفرت هذه العملية حسب وزارة الدفاع الروسية عن 600 قتيل، كما أن هناك من ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن غير يعني الإصابات. المحور الأهم هو محور باخموت وسيليدار، ماذا تفعل قوات فاغنر هناك؟ بالفعل هناك قوات خاصة من فاغنر ومن القوات الشيشانية، إضافة إلى الجنود الروس الذين يمدون القوات المتمركزة هناك في محاولة لإكمال الطوق على مدينة باخموت بالسيطرة على المدينة المتاخمة أو البلدة المتاخمة، وهي سيليدار في الناحية الشمالية. بالفعل تمت أمس السيطرة على نقطة هامة، وهي نقطة بادغارودني، وهي على أطراف باخموت الشمالية. القصف والمعارك العنيفة، قتال شوارع في سيليدار من أجل السيطرة الكاملة على بلدة سيليدار، ومن التطويق الكامل والتقدم نحو باخموت. الدفاع الأوكرانية نفسها تقول بأن الأوضاع صعبة على الجنود هناك، الجنود الأوكرانيين، والجيش الروسي يؤكد أنه خلال فترة إن لم تكن قريبة فإنه حتما سينهي أو سيحسم معركة باخموت بالسيطرة على المدينة، هي التي ستفتح له الدخول إلى المدن الكبرى كراماتورسك وسلافيانسك. بالفعل المعارك محتدمة في الشرق الأوكراني بشكل عام، ويعني دانييتسك هي المحور على أساس. شكرا لكما مراسلي العربية عبد الجواد رشد من موسكو ورائد الأخبار طبعا من دانييتسك، شكرا لكم على هذه الرسائل.